متابعين معكم مشاهدينا، وبنستقبل هلا المحلل النفسي ريما بجاني ضمن فقره علم النفس. اهلا وسهلا فيك ريما. اهلا وسهلا فيك. اليوم عن شو بدنا نحكي؟ اليوم لانه في نسبه مشاهدين كثير كبيره عم يتصلوا تيسالوا سؤالات، اوقات عم بيكونوا خارج الموضوع اللي احنا عم نطرحه، بقى حبينا انه اليوم تكون حلقه مفتوحه لكل الاسئله يلي هن بتخطر على بالهم معقول يسالوها. نحن حاضرين لكل اسئلتهم، بس كمان ما قدرت ما احضر هيك شيء صغير انه نحكي اليوم بركي عن العلم النفس ان جنرال. يعني العلم النفس من وين جاي، كيف بلش، شو يعني سيكولوجي ديجا بقى الموضوع. شو يعني علم النفس وأي ما تبلش؟ علم النفس هي كلمة البسيكولوجي، بتعرفوا الإتيمولوجي غريك، بتعرف كل كلمة أصلها غريك وأوريجين لاتين. فإذا غريك هي لا سيانس دو لام، ورحت شوي يمكن ما بعرف إذا في الناس عندها فكرة أنه بلشت ديجا أو ديبيو دو سيزيام سيكل، هالقد بعيدة بأول بداية القرن السادس عشر، وبلشت افيك ان سافان كخوات أصله كخواتي، هو بالأساس عالم واشتغل شوي الفلسفة. مشان هيك البسيكولوجية علم النفس كان علاقة مترابة هيك بيقولوا وطيدة جدا مع الفلسفة، إذا بدك ظهرت من الفلسفة بعدين. فإذا بلشت بأوائل القرن السادس عشر أو إذا بدك كان البومينج طبعا هو بداية القرن العشرين، اللي هي كانت مع فريد بأوائل 1910، وأتبلش بسيكولوجي ولا بسيكاناليز على بعض، اللي هي بلشت تتبلور أكثر، بلشت تتبلور واشتغل مع البروير اللي اشتغلوا الإيبنوز اللي هي التنويم المغناطيسي، وتشتغلوا الكايات الإستيري إكسترا. وبهالفترة كانت كل الوقت من القرن السادس عشر لو وصل لها فريد على طول هي بتفوت مع الفلسفة. هي أكتر كانت فلسفة، مش هيك هي بالنهاية سيانس جومان بترتبط بالعلوم البشرية والإنسانية، ولا بالإنسان أون ديريكت. يعني فرويد أطلقها، ومن فرويد راحت أكتر، من بعده إجا لاكان، كان في يونغ كمان، اشتغلوا لبسيكولوجي أن جنرال، وبعدين بلشت تتشعب. صرنا نحكي عن بسيكولوجي، بنحكي عن بسيكوثيرابي، بنحكي عن لا ثيرابي كومبورتمنتال كوجنيتيف يلي بتشتغل على الكومبورتمان، على التصرفات، وعلى الكوجنيتيف يلي هي على الأفكار. وهون تشعب، صرنا بنشوف بسيكولوج، صرنا بنشوف بسيكاناليست، صرنا بنشوف بسيكوثيرابيست. من الأساس أصلا كان عندنا لي ميدسان يلي هن البسيكياتر، يلي هن هون بدنا كمان شوي نوضح للعالم فرق بين بسيكولوج وبسيكياتر. شو الفرق؟ لأنه أوقات بهذا البسيكياتر سيت ان ميدسان، البسيكياتر هو حكيم عمل علوم الميدسين، ومن بعدها نقل اختصاص البسيكياتري اللي هي حكيم أعصاب إذا نحكيها بالعربي الدارج، ويلي بيوصلوا لعنده العالم أكيد التعبانة نفسيا يلي عندها نيفروز ويلي عندها بسيكوز. وقت نوصل على البسيكوز يعني بنقول الشخص راح بطل عنده الانسايت، اللي بطل عنده الادراك، بطل عنده يعني بالنسبه له الكنترول النورمال، صار غير شيء بالنسبة له. يعني بالنسبة له هو الصح نحن الغلط. مثل مين راح قلك؟ مثل السكيزوفرينية يلي بصير عنده هالوسيناسيون دليير، عند البسيكيات هلوسات بيسمع أصوات اكسترا. هون بنكون صرنا لآخر إتاب إذا بدك بالبسيكولوجي، يعني بالأمراض النفسية. هون بيدخل حكيم النفسي، حكيم الأعصاب النفس يلي هو البسيكيات، ويعطي دواء. خلينا ريما نستقبل أول اتصال بنرجع نتابع معك. ألو. الو بونجور. بونجورين، تفضلي مين معنا؟ مدام رنا. تفضلي مدام رنا. لو سمحت بدي اسال بسيكولوج عن شغله. عندي بنتين، بنت عمرها 2 ونص وبنت عمرها 5 سنين ونص. الكبيره كثير هاديه ورايقه هيك، عندي الصغيره كثير متسلطه عليها، على طول بدها تقشط اغراضها، بتسفقها، يعني قد ما نجرب كل الطرق على طول هيك بدها تسيطر على الكبيره، وهي عمرها 2 ونص. من بتبكيها وهيك، يعني انه هن كثير رفقه وهيك، بس عندها هيدي الشغله، يمكن انا ما عم بعرف اتعامل معها، بركي هيك بتعطيني شي تريك. شكرا لك مدام رنا. هون عكسية الخبريه عادة الكبير هو يلي ايه فوالا. هلا ما بتمنع كمان في غيره من الصغير للكبير، وخاصه اذا كان شاطر وعاقل وبدها تبين بمحل انه الاهل شايفينه شاطر وعاقل، ويمكن اوقات بدون ما ننتبه بنقول اوقات انه مالك اختك الكبيره كيف عقلي، او ليك اختك اللي بهيدا فوالا. هيدي اللي انا اكيد ممنوعه كومبليتلي، لانه كل ولد عن جد عنده سون كاركتر. هلا
مش قصة غلط يمكن، بس هذا قلناها بمرات سابقة، إنه الأهل بين ولد والتاني بيتغير، مش بيتغيروا البرنسيب، البرنسيب موجودين ما رح يتغيروا عند الأهل، بس طريقة أوقات بنحس حالنا شوي خففنا أو شوي بطل إلنا جلادة، هيدا هالقد بتفوت هيك ريلاسيون ديريكت مع تربية الأولاد. شو فيها تعمل؟ أول شيء بدها تكون ستريكت وفير، إنه ما في ممنوع تاخذ الأغراض أختها، أو إذا هي أختها ما بدها تعطيها إياهم، يعني بدها تحدد، ولو بكيت الصغيرة بدها تكون معها فير، بس بنفس الوقت مثل ما بقول مش انه هيك قاسيه انه لا ممنوع، ولا تعمل حيله انه لا او تقنع الكبيره طب ما عليه ما اختك الصغيره، هذه بدنا ننتبه لها. وابارامون مثل ما قالت المدام هي المشكله مع الصغيره، سو الكبيره هي قطه متساهله معها، ما قدرنا كثير نعرف كمان شوي تقوي لها شخصيتها وجودها. ما راح نقول الشخصيه، يعني بعتقد هي فيها تكون عندها شخصيه، انا بقول اوقات في شخصيه قويه بس بتبقى مغطيه مخبايه، بركي فولا نقدر نشيل هودي الاشياء انه فيها تقول لا كمان بمحل اذا هي بدها تقول او فيها تقول ايه، بس تعرف من هيدا العمر جيري يعني السيمو سوسيو كيف تدافع عن حالها لو مع اختها، يعني ما يكون في انتيميداسيون انه انا كرمال اختي ما لازم او كذا، انه هيدي بدها بعدين بالحياه تكمل بعدين اذا كمل. سو مع الصغير ما يكون شوي فيرم انه لا وقت لا لو بكيت من هيدا، ومع الكبيره. وبنطلع اتصال اخر. الو بونسوار، يا هلا، مين معنا؟ مدام خوري. يا هلا مدام خوري، تفضلي عم نسمعك. بس بدي اسال، عندي بيبي عمره 3 سنين، بدي اعلمه كيف يحافظ على حاله وعلى الاشياء الانتيميتي بالمدرسه، كيف يعني جسمه لإله. هلا كثير اشياء بقلها لبنتي، بس حب اشوف هيك اشياء اكثر. بس هذا السؤال. طيب شكرا لاتصالك. بنحكي عن صبي، يمكن تختلف الامور، الصبي وبنت اثنيناتهم نفس الاهميه، وخاصه بهذا العمر الصغير وبوقت المحدد، لانه بلش ينطلق للعالم، هي المدرسه مثل ما قلنا اول كونتاكت مع العالم الخارجي. صحيح المدرسه وهي بيناتنا فيها تبلش عن قبل كمان، اذا الاوتوراج في حدا معقول يكون عنده هيدي الميول المئزيه. يعني على كل حال من هيدا العمر منبلش بطريقة كتير بسيطة، إنه هيدا جسمك لإلك، مشان هيك أنا بقول لهم منبلش عن عمر صغير، إنه بدك تشلح ثيابك لوحدك، يا بالتواليت يا بأوضتك، مش لازم مسكر الباب يعني، بس إنه يكون في انتيميتي بلش عوده. هيدي أهم شغلة، مش إنه ساعة بدي وين بدي بشلح وبروح وبجي، عم بلش عوده عليها. تاني وحدة دغري بقولها، قالوا حتى عم حممه، انه مامي لو انا عم حممك وضايقتك اذا هيك دقيت فيك بشي محل بطريقه ما عجبتك، حسيت حالك متضايق، قل لي. ديجا تبلش ابني هيدي الريلاسيون دو كونفيونس، انه انا لانه اول شيء الولد وقت اللي يتعرض لهيدي الامور بحس بالذنب انكونسيامون، بصير خايف مش اذا بده يقول او لا، لانه ست انا ادولت ونحن بالنهايه انا صغير، عندي ثقه بهيدا الادولت اللي هو اللي لازم يحميني. سو بصير هون امبيفالون، انه هلا شو عم بيصير، وخاصه اذا كان حدا قريب هون المشكلة الأكبر. سو مشان هيك من هيدا من الحمام ورايح، إنه هيدا جسمك إذا حسيت حدا دق فيه بطريقة زعجتك أنت، بدون ما نقول شو معقول أو وين، ما بدنا نحدد كثير بهيدا العمر، بس بهالطريقة المبسطة نجي يحكي دغري تعقول ما تخاف أبدا. معنا كمان اتصال. ريما، ألو. ألو، أهلا وسهلا. بونسوار. بونسوارين، تفضلي. بليز، بنتي عندها توم صبيين 10 سنين. نعم. بس في واحد منهم كتير بحب يعمل حركات ومفكر حاله مهضوم وهو عم بيأذي يعني، وعم بيتبهدل بالمدرسة بيودولهم يعني طوبيخات لأمهم بالكشافة وين ما بيروح يعني. كنت يعني بيأذي أصحابه وبيأذي خيه؟ ايه بيأذي كمان خيو. بدي اعرف كانت شو فيها، كيف الطريقه اللي فيها بتحكي يعني، ما هي غلط يعني، ما بقى تعرف شو بدها تحكي. قد ايه العمر؟ 10 سنين. نعم. اكيد هون اول نصيحه لها لازم تشوف حدا سبيسياليست على القليله لو مره واحده بس تيوجهها. هيدي الجمله كثير بقولها، اوقات نبقى رايحين بمحل كل اللي لازم نقوله انه لا وقف ارجع لهون، غلط كيف رايح. هلا شوي ما رح في كثير فيدا، لانه بدي اعرف شوي الهيستوريك، انه هو صغير كيف كان، كيف علاقته باهله، ليه يعني مبدئيا كاني فهمت في شوي شو اوف بمحل انه انا القوي، انا الابداي، انا اللي بقدر اعمل، عم ببين حاله يعني، بعتذر شوي هون على التلفزيون بقدر كتير فوت بديتيلز، بهمنا هودي نعرفون تنقدر نوجه شوي، يمكن امور كتير بسيطه. سو هول بدنا نشغل عليهم. ليه الصبي هون عم يخلي يبين حاله بهيدي الامور؟ مبدئيا هيدا هو الكاركتير، انه بيكون في شيء بمحل عم يجرب يقوله بهالطريقه يلي معكسه تيبين اكثر. ما بدنا نقول بركي اذا بمحل هو يمكن شوي مخبى او ما عم يعطوه مجال،
ما فينا نحكي لانه مش موجود شخص قدامه، بس احتمال يكونوا هود الاشياء، وعم ببين من هيدي بهالطريقه هود المويا يلي عنده اياهم تيبين فيهم، ما عنده غير المويا. لازم نعمل نحكي معه، ضروري الاهل بلشوا يحكوا معه. اذا بعد ما اذا حكوا ديجا ولقوا حالهم عن جد خلص ساتوري، فيها ياخذوا افي ان بروفيسيونيل بس يوجههم بمحل. نطلع اتصال اخر. الو، مرحبا. يا هلا، مين معنا؟ جمانة. يا هلا جمانة، تفضلي عم نسمعك. سؤالي دكتورة، انه صار معنا مشكلة بالبيت واضطروا اهلي يجيبوا من برا من مستشفى للامراض العقلية للامراض النفسية، يجيبوا اشخاص ياخذوا خيي اللي عمره 19 سنة تحت التهديد والضغط ليطلع على المستشفى، وهيدي بتصير كثير وبنسمعها، انه بيجيبوا اشخاص بيهددوا المرضى ليطلعوا على المستشفى. مش هيدا ضد حرية الشخص؟ انه مش هيدا نوع من التعدي انه يجوا بهالطريقة ليقدروا ياخذوه على المستشفى؟ ميرسي، نشكر اتصالك كريمه. اوكي، هلا هون اكيد بدي اعرف كل الاستوريك تبع الشاب، لانه بما حال كنا نشوفهم كانوا نجبروا اوقات، مثل ما قلنا باول ما بلشنا حديثنا، وقت الشخص يوصل للبسيكوز وتصير بسيكوتيك هون ضيع الانسايد كومبليتلي، ما بقى يعرف وين الصح وين الغلط. يعني عم نحكي عن البارانوياك مش الكاركتير، عم نحكي الملادي، عم نحكي عن سكيزوفرين، عم نحكي عن حدا قادر معقول يقتل لانه الصوت قال له طول، او قال له الصوت كب حالك، او قال له الصوت حدا شخص بده ياذيك. يعني هون فتنا هالقد بيضيع كل توازن كل قدرات العقلية. ما بقدي كتير فوت معها للمدام عن قصة بمحل إذا لقوا إنه صار فيه خطر، بعتقد كانوا لأن هون خلص وبيكون فقد كل قدرة على إنه يميز بين الصح والغلط. قريبة بجاني، نحن بدنا نشكرك فعلا، أفدتينا وأفدت كل المشاهدين، ورح يكون عنا حلقات مقبلة لحتى كمان نتابع معك أكثر وأكثر. أهلا وسهلا فيكي.